يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يتوددتشونا يتكبرتشو يبروغراماتشن تكتاتايوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يزوتر كسانيوس كاموس كاكانوس من ساعة جمرو بكاتة سرجت يكرب اللاتشو يميقينيو قرآن اندتنا ببيت سنيو يقرآن نباب مماريا بروغراماتشنو. يا الله سبحانه وتعالى فكادو كهونا يزاريو نباباتشن يميهونو سورة اللقمان كأنقذ أسرى أمست سكا أنقذ أسرى زتنيالو تنيمي هونو بكرميان دمي كتلو أنا بلا تشوهالون كنباب بوهالا يدولا تشو مقرات مساتف تشلال لاتشو إن شاء الله عندهم بنزي هانا قزو تشوستي أمي قنيو يتلايو ينباب حقوشين بقزيون دفك أدا يمن الملكة تنيمي هونو إن شاء الله بكرميان نبابون عسامار لهين تكتاتلو سورة اللقمان كأنقذ أسرى أمست إسكا أسرى زتنيا دوتن إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ نزيل أنقذوشنا يمنا نبو سورة اللقمان كأنقذ أسرى أمست كأنقذ أسرى زتنيا اللوتن مالت إن شاء الله يدولاتشو مقرات مساتة في متفلقو مسمراتشن كفتنو يدولاتشو مقرات مساتف تشلال لاتشو إن شاء الله بنزي أنقصو كمي قنيوتن عندان دين باب حقوشن عندما كتلو لمايت مقرال إن شاء الله تكتاتلو وإن جاهداك ملوغا بتري مسابيا في درس رالة عندان وچاشن مسابياون ندري لارغن يمنا نبطوني تالة سمتنك قالبن وإن جا بلن ساب مارا قالبن كذا بفيت نوني ساكنة ودى جيم إخفاة درقات النباب عالج ندامي تاوكو نوني ساكنة نتنوين عرات تاينت النباب بنيا اللاتشو
አንደኛው ግልጽ ተደርገው ይነበባሉ። ሁለተኛው ወደሚቀጥለው ፊደል ተጨፍልቀው ይነበባሉ። ሶስተኛው ወደ ሌላ ፊደል ወደ ሚም ተቀይረው ይነበባሉ። አራተኛ ደግሞ ወደሚቀጥለው ፊደል ተሸሽገው ይነበባሉና ከነዚህ ከአራቱ አነባበብ ውስጥ እዚ ላይ የምናገኘው ከኑን ስኩን በኋላ የመጣው ሐርፈል ጂም ስለሆነ ጂም ደግሞ የኢኽፋ ፊደል በመሆኗ ኑን ሳኪናን ወደ ጂም ሸሽጌ ወይም ኢኽፋ አድርጌ ማንበብ ይኖርብኛል። ስለዚህ ወኢን ጃሃዳከ ቢግልጽ አላደርገውም። ወኢጃሃዳከ ቢጂምን አላጠብቀውም። ወኢን ጃሃዳከ በዚህ መልኩ ኢኽፋ አረጋዋለሁ። ሌላው ከጂም ፈትሐ በመቀጠል አሊፍ ሰጊራ እናገኛለን። ጃ ብለን ሳብ እንዲል ይሆናል ማለት። ስለዚህ ወኢን ጃሃዳከ በዚህ መልኩ ማንበብ ይኖርብናል። ሌላው ወኢን ጃሃዳከ ጂምን ከሀጋስ ነይዚ ጂም ፈትሐ ጃ ብለን ከሳብን በኋላ ናም መለሳለሁ ኢንሻአላህ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ናም تفضل اختي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم ولا تأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ما شاء الله أحسنتي بارك الله فيك ترون إن شاء الله. طيب እህታችን ጥሩ ንባባ ሰምታናለች ማሻአላ ጥሩ ቂራአት ነበር። ወኢን ጃሃዳ ከሚለው ጋር ከጅም ፈትሃ በኋላ አሊፍ ሰጊራ ስላለ ሳብ እናረጋዋል ብለናል። እንዲሁም ደግሞ ከዳል ፈትሃ በኋላ አሊፍ ሱኩን አለ ሳብ እናረጋዋልን። በዚህ መካከል ግን በሃና በዳል መካከል ምንም አይነት መሳቢያን አናገኝም። በሃና በዳል መካከል ያኒ ወኢን ጃ ብለን ስንሰብ ሃንም አብረን ምንስበው አይደለም። ወኢን ጃሃዳ ከንላለን አንዳንዶቻችን የኸጣ ነው። ወኢን ጃሃዳ ሃዳ ያችሁት ሀን ከዳል ጋር ቶሎ ብዬ የማያይዘው ነገር ግን ከዳል ፈትሐ በኋላ አሊፍ ስኩን ስላለ መሳቢያ ነው። አሊፍ መዳለ ዳ ብለን ሳብ እንድንል ያደርጋል። ወኢን ጃሃዳከ በዚህ መልኩ ማንበብ ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላው አላ ስንል ሐርፈል ዐይን አወጣጧን ከዚህ በፊት አይተናል። በተደጋጋሚ እያየነው መጥተናል። ሐርፈል ዐይን ከሃ ጋር በመሆን በመካከለኛው የጉሮሮ ክፍል ጋር እንደምትወጣ ተመልክተናል። ሐርፈል ዐይን በመካከለኛው የጉሮሮ ክፍል ያ ማለት
ድምጹ ደመቅ ያለ ሆነ ነው። ስለዚህ አንዳንዶቻችን አይንን ከሐምዝ ጋር እናገናኘዋለን አላ ብለን እናነባለን። ይሄ ግን ኸጣ ነው። ልብ በሉ ያለውን የድምጽ ልዩነት። አላ እና አላ ሁለቱ የተለያየ ድምጽ ያላቸው ናቸው። ስለዚህ አላ ብለን አይንን ወደ ማድመቅ ወስደን ማንበብ ይኖርብናል ማለት ነው። ወደ መካከለኛው ምን ጊዜም ቦታውን ስንቀይረው የሌላ ወይም የዛ የቀየርንበትን መውጫ ፊደልን ድምጽ ነው የሚይዘው እንጂ ራሱ ወይም ደግሞ ተቀይሮ አይሆንም። ስለዚህ መሆን ያለበት አይንን በመውጫ ቦታ በመካከለኛው የጉሮሮ ክፍል ጋር ማውጣት ይኖርብናል። ማውረድ የለ ወደ ሩቅ ወደሚባለው የጉሮሮ ክፍል ጋር መውሰድ የለብንም ማለት ነው። طيب ሌላው አላ ስንል አይንን ከላም ጋር ቶሎ ካያያዝኩኝ በኋላ ከላም ፈትሃ በኋላ መሳቢያ ነው የምናገኘው። ይሄ መሳቢያ አይነት ቀደም ብለን እንዳየናቸው በሁለት ሐረካ ያክል የሚገደቡ ሳይሆን ይሄ መሳቢያ አይነት ከሁለት ሐረካ በላይም የምንስበው የመሳቢያ አይነት ነው። መደል ሙንፈሲል እንለዋለን። ምክንያቱም ከመሳቢያ ፊደሉ ቀጥሎ የመጣው ፊደል ሐምዛ ስለሆነ ከመሳቢያ ፊደል በመቀጠል ሐምዝ ሲመጣ ሁለት አይነት መሳቢያዎች ናቸው የሚሆኑት። አንደኛው ይሄው መደል ሙንፈሲል፣ ሁለተኛው ደግሞ መደል ሙተሲል። ነገር ግን ሁለቱን የምንለይበት መንገድ ምንድን ነው? ከመሳቢያ ፊደል በመቀጠል ከአሊፍ መድ፣ ከዋው መድ ወይም ከያ መድ በመቀጠል ሐምዝን ካገኘን ከዚያም በኋላ አመጣጣቸው በአንድ ቃል ነው ወይንስ በሁለት ቃል ነው የሚለውን ስንመለከት በሁለት ከሊማ ከሆነ አልሙንፈሲል ነው፣ በአንድ ከሊማ ከሆነ ደግሞ አልሙተሲል ብለን እንሰይመዋለን ማለት ነው። ናም ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ናም ተፈضلي اختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن جهد جهدك جمن صبر وإن جهدك سان وإن جهدك نتي وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبات من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ما شاء الله، أحسنت، بارك الله فيك. تكتاتي شيء وإياك بارك الله فيك. نعم أهتاجين طرق لا تستمتعنا لك زيلا يتملكتنا على أن تشرك بميلوني مسابي أينت بولت من قرن بري تملكتنا مالت كمسابي فيللو كاليف مد كواو مد كيا مد كتلو حمزة سيمتا هلت مسابي وشناتش هلت مد نميوت عندين يو المنفصيل هلتن يو المتصيل المتصيل يمي هونو مسابي فيللونا حمزو بأند كلمة تتعمرو سيمتانو አንድ ትርጉም ባለው ቃል ላይ ተያይዞ ስናገኘው ያ የመሳቢያ አይነት መደል ሙተሲል እንለዋለን። ህክሙ ዋጅብ ነው። አራት በላይ መሳብ አለ። አራትና ከአራት በላይ መሳብ የሚኖርበት የመሳቢያ አይነት ነው። ያኔ ከሁለት አረካ በላይ የሚሳብ የመሳቢያ አይነት ነው። አማ ሁለተኛው አልሙንፈሲል የምንለው ነው።
በሁለት የተለያዩ ቃላት ተነጣጥሎ የሚመጣ የሆነ የመሳቢያ አይነት ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ከመጀመሪያው ቃል የመጨረሻው ፊደል መሳቢያ ፊደል ሆኖ ከሁለተኛው ቃል የመጀመሪያው ፊደል ሰበብ ወይም ሀምዝ ይሆናል ማለት ነው። ናም ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ናም ተፈضل اختي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نعم ترون أختي تكتعت إشي بارك الله فيك وإياك. نعم وإن جاهداك على أن تشرك بي ملوغا كانون سكون بوحالا تاني متاو إخفاءني ميهونو قدم بلن وإن جاهداك بلن مجمرا لعند تملكتنو مالتنو ديلاو أن تشرك بي شنن أن تشرك سهن أن تشرك شنن رغت أرغنو يمنا نبو را مراققنج قاچن تدرغاي متن نببنات من جزيم كسرا هنا ستمتا معناتنو كسرا هنا ستمتا اقطنني من ننبات ليلو انت شريك بي ميلوغا كبا كسرا بوحالا يا مسابيانه يالو بي بدن مساب علبن انت شريك بي ما ليس اياتو بزي ملكو سابارغن بي ميلونا ننبالن ما ليس ميلو ما هونم كامين فتحه بوحالا مسابيانه يالو ما بلني هولت حركه ياكل سابنا رغوالن ما ليس لك او نزلي سينن كلام قاتلو يزوالو ما ليس لك نعلم ما ليس لك سيون ما ليس لك تولو بزي ملكو لك ميلون لك انه لك نلال الاندانو تشاتشن ليلة تجمعري فيدل ديما تاصل ميارك لا من كاف كاف قاتلو ما يز ينو ربنا بيه ميلون دمو اندانو تشاتشن مسابيون هاو الضميرن ودا بان ان تنلو عدن نقيرو عدن بيه نلالن بيه سيهون بيه بلن هن بچانو من سبو ቢሂ እንጂ ቢሂ ብለን ባን አይደለም መሳቢያ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ማ ለይሰ ለከ ቢሂ አያችሁት
ما ليس لك به بذي ملكو هاوان سبارغن እና ነበለ ሆተረከ ከሌላው ዒልሙን ሐርፈ ዓይን ቀደም በእንደተጋገነው ደመቃርገ ማምባለብን ሚም ተንዊን አለ ሚም ላይ ከሱ ቀጥሎ የመጣው ፊደል ፋ ነው ይሄንም ኢኽፋ ነው የሚሆነው ዒልሙን ፈላ በዚህ መልኩ ነው እናነበው ዒልሙን ብለን ግልጽ እናደርገውም አው ደግሞ ፋን እናደብቆም ሌላው ፈላ ቱጢዕሁማ ስንላሁንም ፈላ ሰብናረጓለን تطيعهما بذي ملكو ننبوال نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم فضلوا لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيع اتصاب فلا تطيع فلا تطيع تولو طيب ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيع فلا تطيعهما احسنت وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكو اتصابوا ان تكو تولو يا بني انها ان تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تفعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن ولا تمشي لقمة عليك السلام ولا تمشي في الأرض مرحا 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 فتحا طيب ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور لجمسكي إن الله إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك غين عين سن واغضض نذي نعم واغضض غين قلت ساترقو واقصد في مشيك واغضض واغضض سن واغضض نعم طيب واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أيوة طولنا وقلنا واغضض من وقع هنا مدعيني هدى مثله واغضض غين واغضض أغ غين اسكي لي قاموا واغضض واقصد في مشيك واغضض واغضض غين بلا بتشوفه الوسكي واغضض طيب ملك كتار قبتنا تلما مدو تنش ودا عيني هدي مسلنيال علىكم ايرفونم كونه من البات سو غين واغضض بعيننا مسمينين حرف الغين حرف الغين نعم طيب واغضض من صوتك
طيب خير ان شاء الله. غين تنش ولا انت هدي مثلا قن وغ وغضب. شوفوا غين يسمها لين على البدن. يسمع. واو. اي وغ نعم وغضب نعم. واو دود. طيب ترون ان شاء الله. اي نعم بارك الله فيك جزاك الله خير حبيبنا. ترون بابا سمتنا لوندماچن. طيب ان شاء الله نكتلالن. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. زلين يقومن وصاحبهما كملوا كأفتك ويتابوها لتملسن يمنكتن يميهنوا إن شاء الله تعالى بروغراما لكم سكا بروغراما في السامي أبراتشون هنا إلى الفاصل. يا حامل القرآن القرآن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كأفتاق ويتابه لا تمنسى المتنال إن شاء الله كرفت بفي سورة اللقمان كأنكاد سأسرى مسكاسرى زدنيا لتن نبابات شوننا عندان دي نباب هقوشن نو يتنقا قرن يعلنو عندهم إنان تنسات فم يستنقا قرن نقن يعلن. አሁን መስመራችን ክፍት ነው። የደውላችሁ መቅራት መሳተፍ የምትፈልጉ ስክሪን ላይ በሚገኘው ቁጥር የደውላችሁ መቅራት መሳተፍ ትችላላችሁ ኢንሻአላህ። ናም ናም طيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ናም تفضل اخت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وان جاهداك على ان تشرك بي على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف قدير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. مرحا فتحا مرحا. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ما شاء الله أحسنتي بارك الله فيك. نعم طيب ان شاء الله اقومني نبرو فلا تطيعهما انقطع 15 لاي نو وصاحبهما في الدنيا معروفا ميلو غاسن متا وصاحبهما حرف الباء ساكن نج انترني مننبو وصاحب
አንዳንዶቻችን ወሳሂብ ሁማ ብለን ባነ ረገጥ አድርገን እናነባለን እና ይነጥራል። አምስት ፊደሎች አሉ፣ ቃፍ ጣ ባ ጅም እና ዳል። እነዚህ ፊደላት ሳኪን ሆነው ሲነበቡ ሱኩን ሆነው ሲነበቡ ነጥረው የሚነበቡ ናቸው፣ ወይም ቀልቀላ ተደርገው የሚነበቡ ናቸው። እርግጥ አድርገን አናነባቸውም ስለሚያስቸግሩ ማለት ነው። ወሳሂብሁማ ፊ ዱንያ ማዕሩፈ የሚለው ጋር ደግሞ ፊ ዱንያ ከፋ ከስራ በኋላ ያ ሱኩን መጥቷል፣ መሳቢያ ነው። ፊ ተብሎ መሳብ ነበረበት አይደለም? ነገር ግን ከሱ ቀጥሎ የመጣው ፊደል ላም ሱኩን ስለሆነ ሁለት ሱኩኖች በተከታታይ መጥተዋል። እና መለሳለሁ። ሰላም አለይኩም። ናም ሰላም አለይኩም። አይዋ ማልበል ናም تفضل يا جماعه ድምጽሽን ከፍ አድርገው ማ አሁን ይሰማል? አሁን ይሰማል በደንብ። ናም እሺ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكون ثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماء أو في الأرض أو في السماوات أو في الأرض أو في السماوات أو في الأرض أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نعم ما شاء الله طرنا بارك الله فيك. وندم المقرات فلقا. طيب ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا أولا أقرأ لك بسم الله الرحمن الرحيم وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع السبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعلمون يا بني إنما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو
أو في السماوات أو في الأرض أو في الأرض يأتي بها الله يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك ولا تصعر شدد عين ولا تصعر نعم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ما شاء الله ما شاء الله أحسنت بارك الله فيك نعم وإياكم ما شاء الله ما شاء الله الله يسعدكم طرق قراءتنا يسمون ما شاء الله طيب سورة اللقمان وصاحبهما في الدنيا معروفا من وقع في الدنيا من قد يمهلة سكونوش بتكثات أي متتو يمجمرا سكوني هنا فيدل المسابع فيدل كهونة مسابع فيدل تقواروي أنا رقم سلزي كاتا من نعرفه فاكسرا وده دال شده هنا في الدنيا نجي في دنيا برن أنا نبوم ليلو معروفة حرف العين بزي ملكو بقلت رقت أرقن أنا بوالن معروفا فاريتان من الفتحتين بمن نقوم بتكزي وده عريف مد تقيرو ينببال مالتنو ليلو واتبع سنل كواو كاتا وده تانو من الفو واتبع بزي ملكو يهونا واتبع سبيلا واتبع سبيلا سبيلا سن كبا كسر ابو هلا مسابع الا بي زب تدرغو ينببال نعم نعم السلام عليكم نعم السلام عليكم نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تفضل اعوذ بالله فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تقوم على حبة من خردل فتكون في الصخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الصوت الأصوات واقصد في مشيك واغضض في صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير
نعم ما شاء الله ترى نبارك الله فيك وياك. طيب إن شاء الله. واتبع سبيل من أناب إلي مجرى شاي سنقوم إلي ملون بس فكم سنقوم إلي بلان أتبقى نيمنا قومي توسن زكتنا لن إلي نزي ثم نزيهم ميمشدة قويتنا لن كتبقى نبوها لن إلي مرجعكم راي وفرال مرجعكم سيا مر ران أفرال من أنبو مرجعكم فأنبئكم ميم سكون كسبوها لا باس لهوني متاو ميم سكون ودبا إخفاء أرجين ما نبو إخفاء شفويين من لو فأنبئكم بما كنتم بزملكو كنتم كانوا ساكن أبوها لا تاني متاو إخفاء يهونال تعملون سنقوم زلاي مد العارض للسكون هنا ديلو يا بني إنها إن تاكو مسابعو مد المنفصلنو إن تاكو إخفانو مثقال مثقال سيا مثقال ثا زلاي يالتشوى ثا ملاسوة أرغن يمنا نباتناج مثقال سيا مثقال بزيمر كنا نبال إن شاء الله. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضل وندم. وإن جاهداك على استعيذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استعيذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن جاهداك على وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم ما ليس لك به علم نزل. وإن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم يا مجمرة أدام طينين وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم مجمرة بي ولا تنيو به. طيب وإن جاهدك على أن تشرك به لا أن تشرك بي بالجهانة تجمر وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وساهبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجئكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات
إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نعم ما شاء الله طرنا أتنا بدأ مشتكى هذا الشيء. مش. بارك الله فيك. جزاك الله خير. وياك رب. نعم. نعم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من زلا حبة ملوغا إدغام بغنى هنا من خردل فتكون في صخرة زلا تنوين الله من خردل لاملا تنوين فإخفان مهنا فتكون في صخرة أهنا كانوا يساكن أبوها لا فمتوا الإخفان في صخرة خانس النانب خردلين ميلونم خا بدن بزي ملك ما وطات هاللبن أو في السماوات أو في الأرض بزي ملكو نانا بوالن يأتي بها الله نانو تشاكين يأتي بلن تان نسبوالن قم مسابيه اللم تلو بلن تان كباقان نييزوالن أو في الأرض يأتي بها الله بزي ملكو نيم نانا بو الله ميلوم قال يوفراد نيلو إن الله لطيف خبير لطيف الذي يطاع أو فرنسي بنا من نبو خبير را تركيك نتش ممكناتهم را سكوننا كلمات سكونه كلمو كسرا سلهوني يمتعو ليلو يا بني أقيمي الصلاة أقيمي الصلاة تعلم أقيمي تولو بلن حمزة قاف ميم تولو من يزو يا بني أقيمي الصلاة أقيمي الصلاة بزي ملكو وأمر بالمعروف وأمر الذي نببل بالمعروف سبرغن وانها وونون طلب لنا يزوان وانها طلب عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر رات الترققنج على ما أصابك سبرغن نبولن إن ذلك من عزم الأمور را يوفر لك قدمت سكون قدمت ضم سر هنا يمتاو ولا تصعر زلاي دغما بزونيو تشاچن عينا انا تبقوم ولا تصعر عرف العين شدانا ولا تصعر امدزي هرغنا نبوالن خدك لذو خا بنم نوطا دالنا تبقوالن للناس ولا تمشي في الارض طول ولا تمشي في الارض ترشين ف ولا تمشي في الارض مرحا مرحا سنقوم ان الله لا يحب كل مختال فخور يوفر الرالي وقصيد زلي وق قاف نترال وقصيد دال من نترال في مشيك في سابر رجوين نببال واغضب الذي ضاد ولت واغضب أي شو تدري ضاد ولا يمجمر وضمانه ولا تنيوسكون واغضب من صوتك بزي ما كنا نبوالا إن أنكر الأصوات لصوت الحمير حرف الضاد إن حرف الصاد بزي أنكر ليه ببزات الناقين يا شوالن يميوفروا في دراتنا شو تكرة تدرجن أوفرن ما ببي نور بن المالتنا إن شاء الله تعالى يا زاريو سورة اللقمان كان قد عصر مسكاس رزتين نبابا شوي هنا نمثل نبرة إن شاء الله بنقولة كذي قد ريالو تنا ناقضو شي نما مرادا إن شاء الله هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان.